احنا وياك وحضرتك وكبت يمكن هالعلاقة بين البابا بنديكتوس وكنائس الشرق من خلال عملك بمجلس بطاركة الشرق. أول شيء مجلس بطاركة الشرق تأسس سنة 1999 وبتشجيع من الكرسي الرسولي، وكل الناس بيعرفوا إنه بالفاتيكان في دائرة من الدوائر المجمع الكنائس الشرقية، يعني الكنائس الشرقية أهمية كبيرة بحاضرة الفاتيكان. على تعاقب الزمن كل الباباوات يلي استلموا المسؤولية كان عندهم التفاتة خاصة للكنائس الشرقية، وصدر خلال هالفترة قوانين الكنائس الشرقية. هلأ مع قداسة البابا في كتير أمور كان على اطلاع فيها مباشر، يعني مجلس بطاركة الشرق الكاثوليكي اللي خلق عن حاجة للتعاون بين البطاركة مع بعض والكنائس مع بعض والانفتاح على الكنائس الأخرى. بذكر الجميع إنه الكاثوليك ما كانوا داخلين بجمعية كتاب جمعية مجلس كنائس الشرق الأوسط. بقرار من مجلس البطاركة دخلوا وكانوا عائلة فاعلة. إذا بالفاتيكان كمان كان عندنا هالاهتمام الخاص من البابوات. البابا بنديكتوس السادس عشر كان يطلع على كل الرسائل التي تصدر عن عن مجلس مجلس بطاركة. بطاركة الشرق الكاثوليك، وبالتحديد وكان يعمل تحليل ويعمل نقد للموضوع بدون ما يكون علني، يعني يكون في بالمناسبات. يعني أنا كان لي الشرف إنه أشارك بمجمع من السينودوس من السينودوسات، وعلى بريك كان بعده كاردينال المسؤول عن الإيمان، مجمع العقيدة والإيمان. مجمع العقيدة والإيمان، قال لي في بعض نقاط أنا عندي عليها ملاحظات. استيضاحات حول مفهوم بعض الكلمات. يعني كان ياخذ الرسائل بحذافيرها. يعني أبونا كان يعني هذه علامة ودليل على اهتمام البابا بكنيس الشرق وعلى كل ما يصدر فكريا عن هالكنيس. والدليل الأكبر إنه أول سينودوس انعمل بحبريته كان السينودوس من أجل الشرق الأوسط، يعني كان هم الشرق الأوسط عنده من همومه الشخصية. بما أنه ذكرت السينودوس رح نفوت مباشرة للحديث عن السينودوس، شو الظروف اللي خلت البابا بنديكتوس يعمل سينودوس خاص للشرق الأوسط؟ سينودوس الشرق الأوسط كان سنة 2010. بهالفترة هيدي كان في التنامي الأصولية الإسلامية، يعني داعش وما والدولة ظهور الإسلامية صحيح. داعش هيدا، وكان في الشعور إنه الكنائس الكاثوليكية لازم تكون متماسكة أكثر، ولازم يكون عندها انفتاح على الكنائس الأخرى بالحركة المسكونية، ويكون عندها انفتاح على الديانات الأخرى، لأنه الشرق هو نموذج من تركيبة ديانات ومذاهب. إذا بقيت كل وحدة جزر مستقلة ما بيكون في تقدم للشرق الأوسط. عدا عن ذلك كان في مشكلة الهجرة من كل البلدان العربية ومن كل الأنظمة العربية اللي كانت تعاني بذلك الوقت، هجرة وهجرة المسيحيين أكثر من غيرهم. هلا في ناس بيقولوا هجرة الكل يعني الكل، هلا جميع المكونات. بالوضع الحاضر صاروا الكل بالهجرة، بس بالوقت الهداكي لأنه كان في ديكتاتوريات بالشرق الأوسط مكبلة هالشرق الأوسط. ما ننسى العراق، ما بننسى بسوريا، ما بننسى بكل هالدول اللي بمصر وكل مشاكل الأراضي المقدسة كمان اللي وهودي هيدي الأسباب السياسية كمان اللي كانت ضاغطة تتخلي
لتخلي المسيح يهاجر. بقى تثبيت المسيحيين بالأرض كان بالنسبة للبابا بنديكتو السادس عشر شغلة مهمة جدا. وفي سبب من الأسباب كمان أنه بلدان الخليج بلشت تستقطب عمال من آسيا، وهالعمال كان بأغلبيتهم كمان مسيحيين كاثوليك. هودي كمان كان بدهم رعاية خاصة، وحاسس البابا أنه هالمجمع إذا انعمل بدها تكون هيدي المحاور الأساسية اللي هي كانت بالأساس تحديات. يعني بير خليل، ذكرت بالبداية أنه كان أحد الأسباب هو الأصولية اللي ظهرت، ولكن إجا الرد على هالأصولية بدعوة إلى الانفتاح والحوار. يعني ما لاحظنا أنه السينودوس إجا تينفتح ويحاور الآخر ردا على هالأصوليات اللي كانت موجودة. مزبوط هيك، بس إذا طلعنا للإرشاد الرسولي اللي ظهر من بعد السينودوس مباشرة، كان في تفجير كنيسة سيدة النجاة بالعراق. هذا كان الجواب المباشر من الأصوليين اللي كانوا مترصدين لهالمجمع ولكل القرارات اللي بتصدر عنه. بس هيدا المجمع سمح للكنائس بالتفاعل مع بعضها بالانفتاح، لأن على الكنائس المسيحية الأخرى وعلى الديانات الأخرى. وبتعرف أنه بكل السينودوسات بروما بيكون في ضيوف ومراقبين ومشاركين من الكنائس الأخرى ومن الأديان الأخرى، وكان تفاعل كتير إيجابي بهالمجمع هيدا. بير خليل، يعني الناس أوقات كتير بتطرح السؤال أنه طيب نحن ما عم نلمس يمكن نتائج هالمجامع على حياتنا. يعني أكيد الباباوات عم يعبروا عن قربهم من الشرق، وعم يعبروا عن تعاطفهم مع هالشعوب بالشرق، وعم ياخدوا خطوات من خلال هالسينودوس أو غيره من الخطوات، ولكن شعبنا العادي يمكن مش عم يلمس نتائج ثبتتهم بأرضهم أو خلتهم عن جد يلاحظوا فرق عم يعيشوه من خلال السينودوس أو نتائج السينودوس. اليوم كيف الشعب بيقدر يفهم أو يستوعب قديش أهمية هالسينودوس لقلنا بالشرق الأوسط، هالسينودوس اللي أراده البابا بنديكتوس؟ تنكون واقعيين بجوابنا بهالموضوع، في تقصير، لأنه يمكن تركيبة الهيكلية الكنائس بتبقى هرمية، ومن الرأس إلى القاعدة، مش من القاعدة إلى الرأس. ومن الرأس إلى القاعدة في آليات وفي نظم وفي بطء بالعمل. من ناحية تانية توضع بعض الحوافز تخلي الإنسان بأرضه، يعني بينشغل عليها، بس هيدي بدها الدول. أنا قلت بالبداية إنه كان في ديكتاتوريات، وكان في الربيع العربي، وكان في آمال كبيرة تأنه السياسة تتغير، ومفهوم احترام الإنسان يتغير، واحترام النظم والديمقراطية الموجودة بالبلدان. وقت الإنسان بيلاقي حاله هودي، الكنيسة شو قادرة تعمل بنظام ديكتاتوري مثلا؟ مش قادرة تحرض الشعب، ترتد على الشعب، مش قادرة هي تلفظ هالكلام، لأنه اللي بيعتبروا أنه هيدي منافسة لإلهم بالصراع السياسي، بيعتبروا طرف سياسي. يعني وضع الكنيسة ببلدان الشرق الأوسط دقيق جدا، بس هذا ما بينفي أبدا أنه لازم يكون في تفاعل. هلأ ما لازم ننظر نحن للانتشار، ما بقينا نسميه اغتراب. نحن بنعتبر انه المسيحي اللي بيترك بلاده تيروح على بلدان اخرى عن ياخد معه تراثه وايمانه وثقافته، وعن ينتشر بالبلدان الاخرى. هيدا غنى لنا وغنى لهم، وصلة التواصل بين المنتشر والمقيم، بين المؤمن في
الرقعة البطريركية والمؤمن بالانتشار، هيدي وحدة متماسكة. وبفضل هالهجرة تأسست أبرشيات وتأسست رعاية ونميت الدعوات بالاغتراب. يعني بدنا ننظر كمان من الناحية الإيجابية للاغتراب. وكلنا بنعرف اليوم بهالأزمات اللي عم نعيشها قديش الأهالي اللي عايشين بالانتشار كانوا سند اقتصادي ومعنوي لبقاء هالناس هوني ولاستمراريتهم. هيدا اللي بنحسه انه، وهيدا كان شغل الكنيسة، مش شغل الكنيسة بتاخد موقف حزبي او سياسي تجاه المؤسسات، بانتظار انه لهالشرق تتغير وتصير ديمقراطية ويصير في احترام للشخص البشري واحترام لحقوق الإنسان يلي كلنا بندعي أن حقوق الإنسان ماضيين عليها بسقوق وبالدساتير، وإنما ما غير مطبقة بالقوانين، مطبقة أبدا بالواقع. إذا بدنا نرجع هيك شوي على الإرشاد الرسولي والسينودوس اللي انعمل من أجل الشرق الأوسط، شو هي أبرز الأفكار اللي بتعبر عن فكر البابا بنديكتوس السادس عشر عن الشرق الأوسط وعن كنيس الشرق الأوسط؟ هلا السينودوس ما بيعبر عن فكر البابا بحد ذاته، السينودوس بإرشاد البابا وتوجيهه بيعطي حرية لكل هالمتشاركين بهالسينودوس حتى هن تطلع منهم الأفكار ويجسدوها. وبعدين هو بالإرشاد الرسولي بياخد أفكار الجميع وبيصيغها. هلأ له أكيد ملء الحرية إنه، ولأنه بيصدر عنه الكتاب، إنه ياخد القرار اللي بده إياه. بس عادة بكل السينودوسات على مدة 50 سنة من أول ما بلشت كان دائما قداسة الحبر الأعظم يحترم آراء وأفكار المجمعية. هلأ السينودوس كان في بعدة مراحل، صدرت وثيقة أولى بسموها الخطوط العريضة اللي بتطرح التحديات اللي حكيناها وبتطرح أسئلة لحلول، وهيدي كل الشرق الأوسط بيجاوب عليها وبيرجعوا يعملوا ورقة عمل اللي هي على أساسها بدون مدة 3 أسابيع دراسة في روما ومشاركة بي 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 بالأفكار. يعني بيبقى في عدة فرق لحتى يتناقشوا هالمواضيع أو هالاقتراحات اللي انعملت تطلع بهالصيغة. كان مقسوم ورقة العمل إلى 3 أقسام. القسم الأول الكنيسة الكاثوليكية بالشرق، وضع المسيحيين بالشرق والتحديات الموجودين، وبعدين كنائس الشرق هي كنائس رسولية، نحن بنسميها أبوستوليك، يعني جاي من الرسل، مؤسسة على الرسل، ودعوة دعوة دعوة المسيحيين في الشرق. هذه دعوة من ربنا، حطنا بهالشرق حتى يكون عنا رسالة. ما هي رسالتنا بهالشرق؟ ودور المسيحيين بالمجتمع برغم كل الظروف وكل الأنظمة السياسية الموجودة، شو دور المسيحي بالشرق؟ وانطرح كتير هيدا الفقرة الأولى، وانطرح كتير دور السياسي المسيحي والتزام المسيحي، الالتزام السياسي بمسيحيته، وهذا الشيء أخذ حيز من المناقشة. النقطة الثانية كانت التحديات، والتحديات مثل ما ذكرنا الصراع السياسي بالمنطقة والتطور وتنامي الأصولية الإسلامية والهجرة، والهجرة إلى ومن هيدي كانت التحديات. وبعدين الشهادة، كيف فينا نحن نشهد بعلاقة تماسك الكنيسة الكاثوليكية بكل تشعباتها مع الكنائس الأرثوذكسية بحركة مسكونية ومع الأديان الأخرى وبما فيهم الإسلام واليهود وال الديانات الأخرى المزيدية والصابئة وكل هالديانات الموجودة، أنه نحن وياكم بمجتمع واحد بثقافة واحدة
شوفينا نشتغل سوا ونكون في انفتاح. والانفتاح اللي هلأ البابا فرانسيس عن يشتغله مع مفتي الأزهر وكل الزيارات اللي عملها للبلدان العربية هي نتيجة هالمخطط اللي انوضع بهالسينودوس من أجل الشرق الأوسط. ما بين السينودوس رجاء جديد للبنان وسينودوس الشرق الأوسط اللي وضعه البابا بنديكتوس، شو هو الجديد اللي عطاه السينودوس وشو الاختلاف يمكن بين اثنين؟ بالبداية كان في نوع من مش ما بدي أقول احتجاج، بس إنه نوع إنه ليش البابا كرس للبنان هالسينودوس. هلأ طلع الجواب بس كان كتير ضعيف، إنه هيدا مش بس للبنان، لكل الشرق الأوسط. بس وقت اللي بيطلع الواحد بالإرشاد الرسولي بلاقي إنه لأ، محصورة كتير بلبنان. عم نحكي عن رجاء جديد للبنان. رجاء جديد للبنان كتير محصور بلبنان. هيدي من ناحية. من ناحية تانية في شعور إنه لأ، الكنائس الكاثوليكية المتواجدة بهالشرق الأوسط عندها معاناتها وعندها مشاكلها المختلفة عن مشاكل لبنان. مثلا المسيحيين في فلسطين بالأراضي المقدسة عندهم مشاكلهم وعندهم همومهم المختلفة تماما عن هموم اللبنانيين المسيحيين. المسيحيين في سوريا وعلاقتهم مع الإسلام ومع مجتمعهم ومع النظام اللي عندهم. بمصر علاقتهم مع الأقباط الأرثوذكس، مع الأقباط الكاثوليك، مع باقي الكنائس الأرثوذكسية ومع الإسلام، لأنه بنعرف أنه هونيكي كمان عندهم معاناتهم وعندهم مشاكلهم. وبنحكي عن الأردن الشي ذاته، وبنحكي عن العراق وكل الهجرة اللي انعاشت والمآس اللي عاشوها مسيحيين العراق. ايه أكيد هيدا كله خلى البابا يقول لأ، السينورس من أجل لبنان يبقى إلى لبنان وبيبقى كتير فعال، وبعدنا لهلأ بنرجع له بنلاقي الكلمات اللي فيه كانت كتير بمحلها، بس إنه الشرق الأوسط بحاجة للسينورس أكتر من هيك. اليوم من بعد كل هالسنين على إمضاء البابا للإرشاد الرسولي والسينودوس، شو هي الثمار اللي حصدناها وشو هي الثمار اللي بنطلع أنه نشتغل تنوصلها من خلال إرشاد هذا السينودوس؟ هيدا عمل حسيس بده ينعمل بكل كنيسة من كنائسنا، وهيدا واجب مش بس عمل. هلأ اللي أنا بلاقي مناسبة كتير مهمة هالسينودوس اللي بده يصير بسنة 2023، والبابا فرانسيس يعني مدده ل 2024، اللي هو بده يرجعنا لحالنا وبده يقول نحن وين وشو فينا نعمل وكيف فينا نتقدم، شو اللي بيجمعنا مع بعض وشو بيقدر هالشيء الإيجابي اللي بيجمعنا مع بعض نعالج فيه كل أمورنا. وهذا صار بالمرحلة الثانية، وبنتأمل أنه بأكتوبر راح تكون اللقاء في روما لهالموضوع هيدا، والكنائس الشرقية إلى الحصة الكبيرة بهالموضوع. هذا من ناحية. هلأ في أمور صغيرة تمت، مثلا بهيدا السينودوس من أجل الشرق الأوسط كان في مطالبة أنه اللغة العربية تصير لغة معترف فيها بالدولة الفاتيكانية، وهكذا صار من وقت 2010 صار في ترجمات عربية، صار في نشرات عربية. صحيح كان في راديو الفاتيكان العربي، بس بالفاتيكان لغة من اللغات الرسمية العربية. وعم نشوف هلا قديش عم تكون مفعلة بطريقة أفضل العربية، يعني كل شيء عم يصدر بالعربية، عم يكون في ترجمة مباشرة لكل الفعاليات بالفاتيكان بالعربية بطريقة بنفس الوقت، يعني هذا الشيء اللي كنا نفتقد له يمكن بالسابق. بير خليل، بوقت اللي يعني إذا بنرجع هيك بنحكي عن وقت إمضاء الإرشاد الرسولي اللي صار بكاتدرائية مربولوس بحريسة، وأراد البابا أنه يكون هالإمضاء بزيارته للبنان، ليش مضى السينودوس بهذا الوقت بلبنان وكل هيك الحيثيات لإمضاء هالإرشاد الرسولي؟
هيدي العيدة بلش فيها البابا يوحنا بولس الثاني وقت اللي اجى على لبنان سنة 97. مضي الإرشاد الرسولي في بيروت ولا بحريصة، وكان له ردة فعل كتير إيجابية من كل الدول إنه إيه ليش لا ما بيكون ب ب بالمكان اللي من أجله، وخصوصا وقت بلش تطلع السينودوسات من أجل البلدان والقارات والدول. يعني كان في سينودوس من أجل آسيا، وكمان كان لي الشرف إنه كون مشارك فيه. البابا مضي كمان بأكثر من بلد بآسيا، ووقت الشرق الأوسط كمان اختار إنه يكون توقيع الإرشاد الرسولي في لبنان، وأخذ وقعه أكيد رح نروح سوا برخليل لاتصال مع أبونا بولس وهبي خادم رعية رئيس الملائكة ميخائيل وجبرائيل بكورنيش المزرعة الأرثوذكسية. الله معك أبونا. الله يحفظك، مساء الخير. مساء النور لألك، نحن كمان بنعزيك ومنعزي الكنيسة الجامعة برحيل البابا بنديكتوس، وحبينا نكون عم نحكي نحن وحضرتك عن علاقة البابا بنديكتوس بالكنيسة الأرثوذكسية والحوار مع الكنيسة الأرثوذكسية. بابا راحل، يعني ان شاء الله الله يقدسه بصلواته، كان انسان متميز جدا طبعا، كما صار بنقال كثير ومعروف على الصعيد الفكري واللاهوتي، نفس الوقت على الصعيد الروحاني. يعني انا قريت له كتبه عن يسوع حقيقه شيء بيدخل الى اعماق الاعماق. ولكن انا انطباعي عن علاقته بالكنيسه الارثوذكسيه مثل اسلافه المباشرين اللي قبله، كانت علاقه فيها كثير كثير من الموده، من الانفتاح والمحبه، وبضل عالق بذهني المنظر هو واقف على ترك الفاتيكان حاطط ايده بايد البطريرك المسكوني البطرك اسطنبول، هن رافعين ايدهم ولابسين الثياب الكهنوتيه مع بعض وماشيين هيك مثل ما بيقولوا جنب الى جنب. فكان طبعا يعني معروف جدا انه البابا كان متمسك جدا بالعقيده، كان هيك له طبعا كتابات عديده عن الكنيسه الكاثوليكيه وعن ما تؤمن به، ومع كل تمسكه بما تؤمن به الكنيسة الكاثوليكية كان عنده محبة وانفتاح على الكنيسة الأرثوذكسية هي مميزين جدا جدا. وهذا بعتقد يعني يطبع شخصه، لأنه في ناس بيركزوا على قيمته كلاهوتي كاثوليكي، كتاباته ومواقفه بالنسبة لبعض القضايا، ولكن هذا الشق الآخر من شخصه حقيقة بيغني الصورة يعني الناس عندني عنه بامتياز. يعني أبونا هون كنا عم نحكي بحلقتنا وتغطيتنا مبارح أنه البابا دايما كان ينطلق إلى الحوار أو بمفهومه عن الحوار انطلاقا من المعرفة الذاتية للهوية أو من معرفة الهوية الخاصة. يعني هون هل معرفتنا لهويتنا إن كان ككنيسة كاثوليكية وإن كان ككنيسة أرثوذكسية ووعينا على تراثنا الخاص قد ايه هو مهم بالحوار ما بين الكنيستين؟ لا شك أنا يعني صار لي زمان زمان بالحوار المسكوني، ويعني دائما كنت أقول إنه إذا الإنسان ما كان متجذر بتربة اللي هو نشأ فيها وموجود ما بيقدر يمتد، مثل الشجرة إذا كانت راسخة بالتربة تبعيتها بالأرض غصانة فيها تمتد وتعانق غصان الأشجار الأخرى. بعتقد هذا هو الحوار الصحيح، حوار هدفه أن نغتني بالآخر نفس الوقت أن نكتشف ما هو مشترك مع الآخر. بعتقد هذا هو سر الحوار، وهذا كان ينطبق بامتياز على بابا الرحيم. أبونا البابا بنديكتوس كان له دور كتير كبير بإعادة الحوار ما بعد انقطاع طويل ما بين الكنيستين. قديش نحن اليوم إلنا أهمية ودور كل شخص منا بالموقع اللي هو موجود فيه
تيكون هالحوار عم يستمر، تيكون هالحوار عم يبني لعلاقه افضل وافضل بين الكنيستين الشقيقتين الارثوذكسيه والكاثوليكيه. هي انا عندي نقطتين بهالموضوع اذا بتسمح لي ابونا. تفضل. النقطه الاولى انه نحن هويتنا واحد، انا ما بعتقد ان هويتين، كان كنا كارثوذكس او ككاثوليك، نحن ابناء الكنيسه الواحده ولازم نوعى هالشيء. ما في عندنا لا اثنين مسيح ولا في اثنين روح قدس، وبالتالي ربنا يسوع لم يؤسس الا كنيسه واحده. هلا يمكن الظروف التاريخيه احيانا جعلت انه يصير كل وحده تنشا ببيئه اجتماعيه حضاريه ثقافيه مختلفه عن الاخرى، برغم التعبير عن الايمان مختلف. اكيد في بعض الخلافات، ولكن التحدي تبعنا انه دائما ان نقارب الخلاف كانه اختلاف من اجل انه نتقدم مع بعض في على درب المحبه المتبادله. هي النقطه الاولى. والنقطة الثانية انه لما نقول انه بدنا نتحاور مع بعضنا، يعني لما نقول انه هو وسع باب الحوار بين الكنيستين، هو كمان عمل هالشيء مع كنائس اخرى، مع الكنيسة الانجليكانية اللي كان يقول انه مظبوط نحن كثير مبتعدين عن بعض، ولكن آن الاوان انه تبعيدنا والتقارب انه هو يغلب على اي امر اخر. فبالتالي جعل صورة البابا بانفتاحه على الكنيسة الأرثوذكسية، ما كان كأنه عم ينفتح على كنيسة غريبة أو على ديانة أخرى، كان كأنه عم يمتد للغرفة الثانية بالبيت، إذا جاز لي التعبير. بعتقد هيدا من جمال يعني طريقة مقاربته للأمور، إنه هو ما كان عم بيقول أنا عم بمتد لشخص آخر عني، عم بيقول انا عم بمتد لشخص بيشبهني، ولكن التاريخ بعد من عنا بدون ما كل وقت بدون ما نتنازل عن الشيء اللي بيميزنا كارثوذكس بالنسبه لنظراتنا الى بعض الامور. نفس الشيء عند اخوتنا الكاثوليك عم بيقول هو دعونا ان نغلب المحبه. كل الشكر لك الاب بولس وهبي خادم رعيه رئيس الملائكه ميخائيل وجبرائيل في كورنيش المزرعة على الروم الأرثوذكس. شكرا لحضورك معنا. وأنا بشكرك كثير على أنك اتصلت في، هذا شرف لي. أنا صوت المحبة طلعت على عدة برامج فيها باعتبارها مثل بيت ثاني لي. الله يبارك خدمتكم أبونا اللي هي بالفعل يعني لا بديل عنها في عالم اليوم. وكمان بتوجه إلى كل المستمعين بتمنى لهم سنة مباركة لإلك ولجميع اللي عم بيشاهدونا وبيستمعونا. نحن بنعيدك ابونا وبنتمنى لك كمان اغطاس مبارك. بير خليل، يعني من حوار من اهل حوار مع الكنيسه الارثوذكسيه، واكيد كمان رح نحكي عن الحوار مع الكنائس الاخرى مع ضيوف اخرين. والبابا يعني يمكن شفناه بمحطات كتير، يعني بزيارته للبنان اراد انه يكون كل محطه من هالمحطات باحدى الكنائس. يعني شفناه بالكنيسه السريان الكاثوليك، شفناه بالبطريركيه المارونيه، شفناه بالكنائس للروم الكاثوليك. يعني قديش البابا كان مهتم بموضوع الحوار بين الكنائس. اول شيء بدنا نعرف، ويمكن كل المشاهدين بيعرفوا، انه البابا الراحل بلش حياته بالتعليم اللاهوت، ثم اختير كلاهوتي في السينودوس المجمع الفاتيكاني الثاني. كان من المفكرين بالمجمع الفاتيكاني الثاني، ومن اللي صاغوا بعض الوثائق بالمجمع الفاتيكاني الثاني. ثم انتقل مدة طويلة رئيس المجمع العائدي والإيمان. يعني كانت الكنائس الأخرى بذهنه وبباله، وبيعرف أبعاد اللاهوتية وأبعاد الرعوية. مشان هيك كان همه الكبير هو هالناحية المسكونية بحياته وبعمله. أكيد بقلب هالزيارة كان في هيك له زيارة خاصة لمعبد سيدة لبنان، وقديس هيك كان وحده، يمكن خاص بقلب هالمزار المبارك. كنت حضرتك يمكن بوقت رئيس المزار، وكنت موجود بهالقديس هيك. شو بتحكينا عن هال هو بالفعل هيك، لأنه
أنا كمان كنت من المساهمين في تهيئة ما هالمسيرة هالزيارة للبابا، وإجينا البرنامج من روما، والبرنامج مش محطوط فيه ولا أي شيء للساعة 11 يوم، يعني ما في شيء أبدا، مش مذكور بالبرنامج. واشتغلنا نحن مدة شهر أو شهرين، كنا هالفقرة هيدي هيدي مغطاه تماما قبل البلايدي فقط. اجوا من السفارة البابوية على حريصة تيقولوا انه البابا عنده رغبة يقدس بمزار سيدة لبنان قديس خاص بعيد عن الاعلام وبعيد عن انظار الناس، لانه بحاجة ليصلي بكنيسة سيدة لبنان. وبالواقع حتى الكهنة الموجودين بالمزار ما كان عندهم امكانية يعملوا مشاركة لأنه كان كتير خاص. أنا كنت رئيس المزار في ذلك الوقت، وكان لي كمان الشرف أنه أدس معه وشارك بالذبيحة الإلهية يلي احتفل فيها، وكان عنده أهدى المزار شمعدين تي ينوضع قدام بكنيسة المعبد بمعبد سيدة لبنان تعبير عن شكره للعذراء، ولأنه هو كان من الناس اللي العذراء بالنسبة له كان لها مكان كبير بحياته، ودايما كانت المسبحة مرافقة صلواته يعني البابا. كل الشكر لك الأب خليل علوان، الأمين العام لمجلس بطاركة الشرق الكاثوليك والمنسق العام للجمعية السينودوسية القارية لكنائس الشرق الأوسط. تحب هيك تختم بكلمة عن البابا بنديكتوس بهالنهار اللي عم نعيش فيه وداعه ورحيله؟ أنا أول شيء بنطلب من الرب أنه يحطه بأحضان الآب السماوي، ونحن أكيدين أنه حياته وسيرته بتأهله أنه يكون اليوم بالسماء، ونتعلم منه التواضع والبساطة بالحياة. هو ما كان من الباباوات اللي بس كتير قريب للناس وقريب لكل العالم، وبيحكي مع كل الناس بكل بساطة وبكل هدوء. شكرا لك أبونا خليل. نحن بنروح على استراحة صغيرة، ومن بعدها بنتابع تغطيتنا ليوم وداع البابا بنديكتوس 16.